وبنشوف ان في مجهودات بتبذل فيه بس ما شفناش نتائج حتى الان. كمان فكرتك شركتك في اتوبيس وبيلف في المحافظات وده احنا شفناه وشفنا ان هو بيقدم خدمات للمواطنين. بس النهارده معانا اول مشروع علاجي وجديد من نوعه من تطبيق كان من ناتج فكرتك شركتك لوزارة الاستثمار. حاجة تانية، المشروع نفسه هو مشروع مهم جدا. ليه؟ دلوقتي بقى عند حضرتك منصة إلكترونية، يعني أبليكيشن زي أي أبليكيشن موجود في حياتنا من خلاله ممكن تعرف الدواء اللي ناقص عندك ممكن تلاقيه فين، ممكن تعرف الدكتور اللي انت بتدور عليه أو دكتور متخصص في شيء معين انت عايزه ممكن تلاقيه فين. في نفس الوقت ممكن تدور على أشعة، بتدور على مستشفى، بتدور على تفاصيل كتيرة. ده بقى عامل زي بلاتفورم او زي ملتقى لكل الاحتياجات الطبيه اللي ممكن تحتاجها، خصوصا ان احنا بنصرف 90 مليار جنيه على خدمات طبيه و44 مليون مواطن بيحتاجوا ده. فكرتك شركتك الحقيقه لما تم طرح هذا الابلكيشن عليهم قعد 4 شهور وبعد كده بمسرع الاعمال فلك ظهر للنور. خلينا نعرف بصانع هذا الحدث وهم ثلاث اصدقاء معانا. منورنا هيثم عبد الحميد سيد ابراهيم المدير التنفيذي لتطبيق علاج على الانترنت. صباح الفل، منور. كل سنه وحضرتك طيب. موضوع ملفت قوي وموضوع ظريف جدا، بس ما تحكي لي الاول عن الفكره نفسها، عن الابلكيشن ده. تمام، هي الفكره بدات من مشكله شخصيه، يعني عندنا احد افراد العيله عنده مشكله في ورم في المخ، وده بيحتاج رعايه صحيه معينه، بيحتاج دكاتره معينين، تحاليل واشعه ما بنلاقيهمش في كل حته، ويحتاج كمان حتى ادويه مخصوصه. بندور ما نلاقي ما نلاقيش، نلاقي قريب نلاقي بعيد. يعني مثلا كنا بنتعامل مع معمل مثلا بعيد 25 كيلو من المكان اللي احنا ساكنين فيه، وده مرض كرونيك يعني بتتكرر كل شويه الاحتياجات بتاعتنا. بعد سنتين اكتشفنا ان في حاجه قريبه بقى 2-3 كيلو. طب فين المعلومه؟ الاقي فين الادويه الناقصه؟ اعرفها ازاي؟ هي دي المشكله. بنعرف كده الادويه الناقصه دي، هي دي المشكله اللي كلنا بنعاني منها، لان هو الوقت بالنسبه للمريض حاجه مهمه، يعني الدقيقه بتفرق. صحيح جدا. اهم حاجه احنا قلنا ايه؟ طب احنا ازاي نرفع المعاناه دي؟ انا شخصيا بعاني منها والشركاء معايا بيعانوا منها، طب ازاي ده نقدر ان احنا نحله؟ فعملنا من هنا جت الفكره بتاع تطبيق علاجي. هو موبايل ابلكيشن بسيط جدا، من خلاله المريض يقدر ان هو يشوف، يبحث عن كل الخدمات الطبيه المتاحه، يقارن ما بينهم ويختار الخدمه المناسبه بالنسبه له اللي تكون قريبه من المحيط اللي هو ساكن فيه. طب ثواني، عشان دي نقطه مهمه جدا، هل انت بتقيم كمان مستوى الخدمه؟ طبعا. يعني انت مثلا بتقول له ممكن تستخدم المعمل ده اخذ 3 نجوم؟ طبعا المعمل. طبعا طب ده هايل طبعا. واللي بيقيم ده كمان اللي بيستخدم الخدمه. يعني انت بتجمع التقييمات للمستخدم الخدمه. بالظبط كده، بالظبط كده. حلو. فهي الفكره يعني في تفاعل ما بين المتلقي الخدمه وبين مقدم طبعا الخدمه. طبعا طبعا طبعا، ده مهم جدا، يعني حريه المعلومات وان هو كل حاجه تبقى متاحه للمواطن عشان يختار اللي هو عايزه، هي دي اهم حاجه. وده كمان ايه؟ من غير تكلفه على المواطن خالص. ما هو دي بقى النقطه اللي عايز اسالك عليها، انت الابلكيشن ده ملهوش اي عائد. هي نابع من مشكله شخصيه، واحنا شفنا يعني هو ابلكيشن خدمي. ايوه تماما. ايوه من غير اي عائد. ايوه انا ما باخدش اي حاجه، يعني احنا دلوقتي بادئين مثلا المرحله الاولانيه. يعني اقول لحضرتك احنا كنا بدانا بالفكره برنامج صغير، يلا نشوف الصيدليات اللي حوالينا كذا كذا. عملنا الفكره، نزلنا، طبعا رد فعل ايجابي جدا من الناس اللي استخدموه، وحتى من الصيدليات، لانه الصيدليه الصغيره هي في الغالب اللي بتلاقي عندها الدواء الناقص. بس اول ما حد يجيله فكره دواء مش لاقيه بيعمل ايه؟ بيدور على الصيدليات الكبيره، وحتى لو كانت بعيده عنه، في حين ان ممكن تكون صيدليه جنب البيت عندها دواء بس هو مش عارف، والصيدليه الصغيره ما عندهاش طريقه للتواصل بسهوله. فهو ده، دي الفكره، انه ببرنامج صغير مع الصيدليه ومع المريض يتواصلوا مع بعض ويوصل للدواء اللي هو لاقيه في اقرب وقت وفي اقل، يعني اقل مجهود خالص. طيب بصراحه انت ليه عملتوا الابلكيشن مجاني؟ يعني انتوا مجموعه شباب عملتوا مشروع، المشروع دوت انت خليته بدون عائد. ليه؟ طيب اقول لحضرتك، هو برنامج خدمي، والمشكله دي مشكله يعني بيعاني منها يعني قطاع كبير جدا من المواطنين في مصر، احنا بنحتاجه بشكل او باخر، ولا احنا بنلمسه بشكل شخصي. فعشان كده قلنا احنا عايزين نحل المشكله دي، فدخلنا بالفكره في فكرتك شركتك اللي حضرتك كنت بتكلم عليها من شويه. ده فكره انشيتيف طالع من وزاره الاستثمار، ده هو اتوبيس بيلف مصر عشان نشوف افكار الشباب.
رحنا في يوم طلعتوا الاوتوبيس ولا رحنا في يوم كده، هو الاوتوبيس كان راكن قدام وزاره الاستثمار. اوكي فرحنا نشوف ايه الموضوع. بتقعد بتقول فكرتك برزنتيشن صغير جدا، شكرا خلاص. هو بقى بيشوفوا الاف الافكار في محافظات مصر، وده اللي حصل. وفي الاخر بتحصل زي تصفيات كل شويه، ايه تصفيات تصفيات تصفيات، لحد ما بيوصل لعدد من الشركات بيخشوا فتره تدريبيه بتوصل لحد 4 شهور، خبره في كل المجالات، القطاع الخاص من استشاريين كبار جدا، خبره في الجزء المالي في الجزء القانوني، ما بيسيبوش حاجه، وكل ده مجاني، انا ما بتكلفش اي حاجه، وكل ده جوه وزاره الاستثمار. 4 شهور بتتدرب، بتتم اعدادك بدون اي شوف الفكره مقارب. بتاعتك يهيئوها كمان، يعني هي فكره جايه من 3 شباب، طيب البرنامج ده يتعمل ازاي، الصح بتاعه ازاي، يتسوق له ازاي، طب ازاي انا بسوق برنامج للمرضى، طب ازاي على السوشيال ميديا اتحرك، طب تعملها ازاي، شكل الاعلانات، اللوجو بتاعك تعمله ازاي، الالوان اللي تستخدمها ايه. طب حلو، هما كمان عملوا لك اللوجو، عملوا لك البراندنج، كل ده جايبين لك متخصصين واستشاريين تشتغلوا معايا عشان فكرتك دي تتحول ل قصة نجاح. طب حلو قوي، كل ده في خلال 4 شهور. يعني عارف لو احنا قلنا ان وزاره الاستثمار بتعمل دعم الافكار الشابه مش هيطلع الشكل بمصداقيه، على قد ما يكون حد جرب ده وهو اللي طلع يتكلم. لا يا فندم، الموضوع اول حاجه كمان في مثلا في ال4 شهور دول احنا تشرفنا بزياره السيد رئيس، جالنا في يوم واتكلم معانا وشاف الافكار وتحس بدعم من المنظومه السياسيه في البلد جامد جدا. طب ده هايل. برضه ما ردتش عليا ليه خليته بدون مقابل مادي ليه؟ انا دي نقطه مهمه قوي بالنسبه لي. ما هو بقول حضرتك احنا بنقدم خدمه تحل مشكله. بس ما ده اللي انا المريض ما ينفعش اخد منه فلوس. هو ده دي قيمه انسانيه عاليه جدا. استاذ هازم، حضرتك بتشتغل ايه الى جانب كونك انا اصلا استشاري في نظم المعلومات. اشتغلت في شركات كتير قوي من المالتي ناشونالز الموجوده في مصر. وبسبب المشكله الشخصيه دي قلنا يلا ده. هل بقى قسمتوا الوقت ما بينكم بالنسبه للعمل على علاجي المتابعه وازاي طبعا، لان هو في خلال فترة ال4 شهور اللي هي احنا دخلنا مسارع الاعمال اللي اسمه فلك، ده مسارع الاعمال اللي تابع لوزارة الاستثمار، اللي بيوصل في الاخر يديك تمويل لفكرتك ويأسس لك الشركة كمان من غير حاجة خالص مجاني. فاحنا احنا ثلاث شباب، بيقسم بقى الوقت ما بيننا، في اللي شغال على الابلكيشن واللي بيعمل التطوير والبرمجة لي، في يحضر السيشن دي عشان يستفيد بالمعلومات، في اللي بيعمل التسويق وننزل مع الناس في ارض الواقع عشان نشوف رد فعلهم ونحسن البرنامج ونحسن الاستراتيجيه بتاعتنا في الشغل. فهو الشغل متقسم ما بيننا، ومعانا كمان ناس تانية بقى اصحابنا بيساعدونا في الفيديوهات اللي نعملها عشان للدعايه، الصور الى اخره. ايه خطتكم للعلاج؟ ايه اللي انتوا راسمينه ليه؟ ايه التطور اللي انتوا شايفينه المفروض يتطور ليه؟ هو احنا عايزينه يبقى وان ستوب شوب للخدمات الصحيه في مصر، زي ما في كده وان ستوب شوب للمستثمر في وزاره الاستثمار. اوكي، عايزين المواطن يبقى ده اللي او محتاج اي حاجه يجي على طول على الابلكيشن، يفتح علاجي ويتحرك منه، زي مثلا الفيسبوك كده، او ما عايز تتواصل مع حد تروح على طول اي حاجه في الخدمه الطبيه تفتح هنا. هيبقى فيه مستشفيات، دكاتره، معامل تحاليل، اشعه، صيدليات، وشركات التامين اللي المواطن بيتعامل معاها، اللي كل ده هيتماشى مع منظومه التامين الصحي الشامل. حلو قوي، انت هتروحوا لكل من القطاع العام والخاص؟ طبعا. ده هايل، يعني انتوا بتتكلموا على القطاع العام فقط؟ لا 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 طبعا. أوكي. احنا هنتحرك في كله، فهي ده من ضمن التحديات الفتره الجايه اللي هي الشراكات. ان انتوا تنزلوا عشان فكره لم المعلومات دي كلها دي محتاجه فريق. يعني هو خلي بالك هو المستشفى مش بتجي لك، ده انت اللي بتروح لها. ده حقيقي. ما عشان كده الدعم بقى المقدم من وزاره الاستثمار ومسارع الاعمال اللي احنا شغالين فيه ده بيساعدنا بشكل رهيب جدا في كل التحديات دي. انتوا المفروض توظفوا كام عامل عندكم في الشركه؟ يعني احنا البدايه مثلا هيبقى عندنا 10 يشتغلوا معانا، وبشكل مثلا كل ربع سنوي لازم العدد ده يتضاعف عشان نقدر نغطي حتى المحافظات في مصر. طيب هل انتوا حاطين الفتره القادمه ان مثلا يكون ليكوا وجود مع شركات ادويه تقوم بسبونسر للابلكيشن
ابلكيشن بحيث ان انت تقدروا تطوروا من الخدمه اكتر. ده فكرنا حاليا، لان هو زي ما قلت لحضرتك هي البرنامج العائد اللي جاي منه ما فيش، هو خدمي. فبالتالي موضوع السبونسرشيب والشراكات مع شركات القطاع الخاص عشان تعرفوا انتوا حتى يكون في عائد تكملوا، وبدانا نتكلم في ده وفي اهتمام ودعم جامد جدا. طيب ايه اكتر الامراض اللي انتوا شايفين العلاج ده ساعد في حل مشاكلها؟ لا مواقف كتير يعني، يا ريت نعرف شو برضه مواقف كتير. يعني في حد من المستخدمين للبرنامج والدته عندها كده مرض يعني صرع بشكل مختلف، فبيحتاج انه هو ادويه معينه، والادويه دي مش موجوده بسهوله، ولو موجوده يلاقي علبه، وهو بيحتاج طبعا على فتره طويله، وبتحتاج ادويه ثانيه. المشكله بقى في ايه؟ لما يبقى عندك روشته فيها 5-6 ادويه ودواء منهم بيبقى ناقص وتيجي تصرفها، فبتاخد دواء من الصيدليه دي ودواء من هنا واثنين من هنا، ده بعد ما تلف فتره طويله. فاستخدم البرنامج بتاعنا، حط روشته، انا ممكن اجمع روشته من كذا صيدليه، وهم بقى بيبعتوا لك الدواء ولا هو انا بوصله بالصيدليه والصيدليه توصله الدواء، فهو بيجي له الدواء من كذا صيدليه في الاخر. لا طب دي تفصيله بقى مهمه، اشرح لي بقى الابلكيشن واستخدامه عشان دي مهم جدا. دلوقتي انا معايا الروشته بتصورها، بتصور الروشته او وممكن كمان تكتب الدواء. حلو كده، موجود ان انت تكتب الدواء، خط الدكتور عاده مش بيبقى مقري قوي. لا بتصور روشته او انت بتكتب الدواء، والبرنامج كمان مجهز بقاعده بيانات فيها كل الادويه اللي في مصر، فانت اول ما تكتب اول 3 حروف يكمل الدواء لحظه عشان كمان ما تغلطش، يساعدك. طب ولو انت صورتها مين اللي بيعمل له بقى سكان؟ بتوصل على طول، انت حضرتك صورتها بتوصل على طول لكل الصيدليات اللي في المنطقه، والصيدلي بيعرف يقرا روشته. اوكي، بيروح على طول رادد على حضرتك يقول لك بالكتابه الدواء الفلاني، يقراها يكتبها لك عشان كمان تعرف الدواء اللي مكتوب ده هو ايه. دواء كذا كذا علبه كذا شريط كذا كذا اسعاره كذا تكلفه التوصيل كذا اجمالي كذا، ويجي لك الرد من كل الصيدليات اللي في المنطقه. ممكن صيدليه ترد عليك تقول لك الروشته دي متوفره بشكل جزئي، يرد عليك من 4 من 5 ويقول لك سعره، صيدليه ثانيه عندها 5، صيدليه عندها 3. البرنامج في الاخر يرتب لك ردود الصيدليات بالاعلى اللي عنده كل الادويه، وده بيبقى في برنامج في الصيدليه برضه، هو نفس برنامج علاجي، هو نفس البرنامج بس واجهه مختلفه شويه مختلف. هو اللي الصيدلي كل اللي بيعمله شايف اسامي الدواء يقول متوفر شريط او علبه العدد المطلوب كذا سعره كذا، ويحط تكلفه التوصيل بتاعته وخلاص. تفصيله ظريفه جدا وممتعه، وبيبقى طالع له رقم التليفون بتاع الشخص اللي طالب وعنوانه وكل حاجه. انا بوصل الموبايل، انا بوصل الاثنين لبعض، انا بحاولش ابقى في النص ما بينهم، ما بحاولش اتدخل في اي حاجه. طب ده ظريف يعني. طب في كام واحد مستخدم للابلكيشن حتى الان؟ احنا عندنا فوق 1000 مستخدم وشغالين من فبراير. طب هايل. ده ب 1000 مستخدم بالنسبه للمرضى ولا 1000 مستخدم بالنسبه للمستشفيات والصيدليات؟ لا احنا بادئين بالصيدليات لان هو هي زي ما قلت لحضرتك هي فكره جديده، واحنا مع مسرع الاعمال ده يا دوب لسه مسرع اعمال، عملنا التاسيس الاسبوع اللي فات، وكان حفل التخرج بتاعنا من مسرع الاعمال فلك يوم 31 مايو، وحضرته الدكتوره سحر نصر وزيره الاستثمار ووزراء كتير جدا ورجال اعمال ومستثمرين من مصر، وكان على هامش حفل التخرج ده معرض صغير عرض فيه كل الشباب اللي متخرجين من البرنامج عشان فرصه للتواصل مع المستثمرين المحتملين في الافكار دي ومع رجال الاعمال والوزراء عشان اي دعم بيحتاجه الشباب اللي شغالين في الافكار. فهو تم تاسيس فعلا الشركات دي بعد التخرج على طول، وتم الدعم المادي من مسرع الاعمال فلك من وزاره الاستثمار، وخطوه خطوه ان شاء الله ان شاء الله. ده بالتوفيق. انت بتتكلم، انا نفسك انت قلت لي 1000 مشترك حتى الان بالنسبه للصيدليات اللي هي المرحله الأولانية. احنا بعد فترة ان شاء الله نبتدي بقى ايه نضيف الخدمات المختلفة زي الدكاترة معمل التحاليل والأشعة واحدة واحدة، نضيف كل الخدمات. هل انتوا عاملين اوبشن لو انا دلوقتي جيت استخدمت علاجي هيكون عندي خصم عن ان انا رحت جبتها من الصيدلية؟ في خدمة مميزة لو انا استخدمت علاجي عن ان انا اروح استخدم ده؟ موجود، احنا بنعمل الـ 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 الافكار دي فعلا مع الصيدليات لزيادة ايه الرواج عند الصيدليات، لان احنا بننزل المنطقه مثلا فيها 10 15 صيدليه، فالصيدليات بتتنافس اصلا في السوق وبتتنافس على الـ 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 البرنامج. فاللي بتعمله الصيدليات بتقدم خصومات، واحنا بنتفق معاها كمان ان هي تقدم الخصومات دي، بالاضافه ان في صيدليات مثلا تشترك معانا تقول لك التوصيل مجاني،
في صيدليات تقول لك الادويه طبعا اسعارها ثابته بس المستحضرات التجميل مثلا اسعارها بتختلف، فممكن نتفق مع صيدليات الحاجات دي يبقى فيها خصومات للي بيستخدم برنامج علاجي، وبيحصل فعلا. ايه المشكله بتقابلكوا انتوا بتسوقوا العلاج؟ الناس مش متعوده تطلب الدواء من المواطن، مش متعود يطلب الدواء من الموبايل ابلكيشن. يعني المواطن متعود ان هو يطلب اكل من الموبايل ابلكيشن، يدفع رخص، يدفع كذا، لسه ان هو يتعود على ده واحده واحده. بس اول ما المواطن يستخدمه، يعني احنا عندنا نسبه تكرار الطلب في اكتر من 60% من مستخدمي البرنامج، يعني اول ما بيستخدمه مره واحده بس بيستخدمه تاني. طب ده حلو، هو بس يتعود عليه، فده بيبقى في الاول بس بمجرد ما اليوزر بيستخدم الابلكيشن خلاص. طب دي نقطه مهمه جدا لتقييم الابلكيشن الخاص بيك. دلوقتي لما حد يجي يستخدمه 60% من اللي بيستخدموه اول مره بيكملوا بيه على طول، بيستخدموه تاني. عندنا بالذات تلاحظ حتى بقيت لما تحلل بقى البيانات اللي موجوده تلاقي الناس ما بتنزلش بقى دلوقتي، خلاص انا هنزل الف على الصيدليات ليه، انا قاعد في بيتي واطلب. فتلاقي الطلب مثلا الصبح بدري قبل ما يروح شغل، تلاقوا بالليل بعد ما يرجعوا. فانت بتساعد المواطن ان هو يلاقي وقت وتوفر له وقت في حاجه مش المفروض تاخد منه وقت خالص، المفروض ان هو يلاقي الدواء ده فمفيش. طيب دلوقتي ودي نقطه مهمه جدا، بس خلي بالك فكره ان المواطن لسه مش متعود ان هو يستخدم الموبايل في شراء العلاج، دي انت لسه بتعرفه بالخدمه دي، فهي مبدا توعيه وتسويق بالزبط. منك ده اللي احنا بنعمله الفتره بالزبط. دي فعلا ايه اللي انت متوقعه من وزاره الاستثمار؟ هل خلاص كده بيها انتهت ولا انتوا لسه مكملين ولا ايه اللي بيحصل؟ لا خالص، يعني هم لسه متصلين امبارح، عندي اجتماع معاهم بعد ما هنخلص هنا على طول عشان نتابع هم بيتابعوا اسبوع باسبوع انت عامل ايه، ارقامك واصله لفين. يعني انت بتقعد معاهم اجتماع اسبوعي ولا شهري؟ اسبوعي، بنشوف وبيتابعوا معانا وصلنا لفين والارقام ايه، واي مساعده بنحتاجها بيقدموها، اي استشاره قانونيه، استشاره في المحاسبه بيقدموها، بيوفروا لنا اجتماعات مع يعني الفتره اللي جايه دي ان شاء الله مع المستثمرين ورجال الاعمال يعملوا معانا شراكات. يعني انا هحتاج الفتره الجايه شراكات مع مؤسسات كتير في القطاع الطبي في مصر يتم توفيره من قبل مسارع الاعمال فلك، بحتاج اتقابل مع مستثمرين عشان يدعموا الفكره، كل ده بيوفره لنا الفتره اللي جايه، هم معانا على طول. هل انت لما رحت قدمت فكرتك وعلاجي لشركتك فكرتك، هل دي كانت اساس الفكره ولا هم جم قالوا في وزاره الاستثمار قال لك بص احنا ممكن نعدل في الفكره دي شويه، ممكن نعمل كذا، هل هم اضافوا ولا ساعدوك ودعموك على شكل فكرتك تماما؟ لا طبعا اضافوا جدا، لان هو في الاخر انت بيبقى عندك فكره جايه من مشكله، بس الفكره ان انت تحولها لحاجه على ارض الواقع، الخبرات طبعا اللي موجوده عند مسارع الاعمال مثلا فلك اللي احنا معاه، الموضوع بيبقى مختلف خالص. فهو الفكره في اولها البرنامج وشكله، بعد ما الناس بصت عليه هناك لا طب انت ممكن تقلل الخطوات في كذا، لان المواطن مثلا مش محتاج ان هو يعدي في كذا شاشه عشان يطلب الدواء، محتاج عدد البنود اللي في البرنامج اللي المواطن بيدخل فيها البيانات يبقى كذا، محتاج الالوان تبقى كذا، محتاج شكل كذا. ده بالنسبه للتطبيق، وبالنسبه كمان لطريقه التسويق يقولوا لك ازاي تعملها عشان توصل للمواطن بشكل اسهل، فهم ضافوا كتير جدا. وفي حاجات في فكرنا اتغيرت في التطبيق وفي طريقه التسويق وطريقه الشغل عامه ما بيننا حتى، وفي خطتنا هنتحرك ازاي في 3 سنين جايين. يعني هم خططوا معانا ازاي نتحرك لمده 3 سنين قدام. يعني انت عامل لك بلان لمده 3 سنين؟ يس حصل. اوكي. معاهم يعني دي انا لوحدي ما اقدرش اعملها. البلان دي مقتصره على ان انت هتكون منتشر قد ايه؟ هيكون الناس شايفاك قد ايه؟ والخدمات تخش امتى؟ ومتوقع اوصل لكذا مستخدم امتى؟ كل الكلام ده عملناه بالتعاون معاهم، لان احنا خبرتنا في الحته دي محدوده، هم جايبين خبره من كل حته بيساعدونا في ده. ما تيجي نتكلم يا هيثم، انت دارس ايه اصلا؟ انا دارس كمبيوتر ساينس جامعه عين شمس. يس. وزملائك الاثنين التانيين معانا وائل خليفه هو بي اتش دي في الذكاء الاصطناعي وخبره
جامده جدا في القصه دي، وده بنحتاجه طبعا في البرنامج ده بشده. ومصطفى حموده ده خريج برضو كمبيوتر ساينس عين شمس، وعنده اكتر من 5 سنين خبره في التامين الصحي في شركات عالميه. هل انتوا من زمان وانتوا بتفكروا في حياتي يكون ليكوا ابلكيشن خاص بيك؟ زي اي شاب الفكره طبعا موجوده، بس هي ايه الفكره لسه بتقعد تدور بس الى ان حطيت لحد ما طلعت من مشكله. مشكله بنعاني منها والمواطنين بيعانوا منها كل يوم، اكيد ليها حل. فطب يلا نحلها يا جماعه. هل العلاج ده هيكون بدايه الابلكيشنز الثانيه خاصه بيكم؟ ان شاء الله. يعني هو زي ما حضرتك هو وان ستوب شوب للايه، الخدمات الطبيه، فهي دي بس البدايه. وناويين ان شاء الله يعني نحل المشاكل الموجوده في القطاع الصحي دي اللي نقدر عليه من خلال الابلكيشن بتاعنا ان شاء الله. هيثم احنا في نهايه فقرتنا معاك، وانا بحييك على التطبيق. شكرا لحضرتك، بالتوفيق يا رب. ربنا يخليك. لكل الشباب اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي وانت قاعد معانا، تقول لهم ازاي مشروعك ممكن يبتدي ويكمل لو هو راح يتعامل مع شركتك فكرتك. طيب دلوقتي المرحلة الجاية في فكرتك شركتك بدأت، والتقديم شغال دلوقتي الشهر ده، كل متاح للناس تقدم، والموقع بتاعهم موجود وعندهم الصفحة على الفيسبوك. أي شاب عنده أي فكرة حتى لو فكرة صغيرة ما يفك يعني ما ضيعش وقت، يقدم على طول من خلال الموقع، هيتحدد له ميعاد ويروح الاتوبيس بتاع فكرتك شركتك ويتكلم معاه وهم هيساعدوه، وان شاء الله يوصل للي احنا وصلنا له ولا اكتر من كده ان شاء الله. هيثم عبد الحميد مدير تنفيذي تطبيق علاج على الانترنت، انا بشكرك وهنزل التطبيق ده النهارده وهستحكون مستحيل النهارده. شكرا يا فندم، شكرا لحضرتك، الف شكر يا فندم. مصر مليئه مليئه بالاماكن الجميله الحقيقه، مصر القديمه وديت من اهم معالم